ظل الفن بأوروبا لفترة طويلة مرتبط بالكنيسة، وكانت المشاهد الغالبة بأعمال الفنانين بتمثل المسيح كحامل العذابات وألام العالم، خاصة مشاهد الصلب أو النزول عن الصليب أو العذراء الملتحبة، بالإضافة إلى مشاهد المسيح الطفل مع أمه العذراء، المسيح مع تلاميذه كمشاهد العشاء الأخير ومشاهد القديسين إلى آخره. وما تحرر فعلياً الفن من سلطة الموضوع الديني إلا لوقت مو بعيد كتير، وظلت التأثيرات الدينية حاضرة بأعمال الفنانين الحديثين. ظل الفنان الغربي مخلص بشكل أو بآخر لهذا الإرث الديني، ولكن بما يتناسب مع نظرته الشخصية وهموم عصره لا يعبر عن مشاكل حياته اليومية. بمعنى تاني، استبدل موت المسيح المقدس بالموت العادي، كمان استبدل الآلام العظيمة بالآلام اليومية. فمشاهد الصلب بالأعمال الغربية الحديثة بتأخذ قيمة مختلفة غير مرتبطة بالضرورة من حيث المضمون بالبعد الديني الإيماني. بالنسبة للتجربة التشكيلية السورية اللي بلشت تتوضح معالمها بخمسينيات وستينيات القرن الماضي، كان بكتير من أعمال الفنانين تأثيرات واضحة مرجعيتها جاية من ثقافة المنطقة، سواء من خلال التأثر بمفهوم الأيقونة المسيحية أو المنمنمة الإسلامية، أو من خلال استحضار رموز وإشارات دينية، أو استعادة مشاهد دينية وتاريخية ذات أهمية. رح نستعرض معكم اليوم بعض أعمال الفنانين السوريين اللي بتتمحور حول المواضيع اللي ذكرناها سابقا. عند الفنان الرائد توفيق طارق، واللي اشتهر برسم البورتريه والمناظر الطبيعية بشكل أساسي، في عمل بيرجع يمكن لعشرينيات القرن الماضي بيصور مشهد الحجيج. لوحة بتصور مشهد الحجاج أثناء رحلتهم إلى مكة، نشوف فيها الرجال من مختلف الأعراق والألوان، وبعضهم راكب على الجمال ومتجهين إلى جبل عرفة بالسعودية يلي بتقام فيها مناسك الحج. العمل منفذ بأسلوب واقعي كلاسيكي. عمل آخر لفنان رائد وهو سعيد تحسين عن معركة حطين، المعركة ذات الأهمية التاريخية الكبيرة عند العرب والمسلمين يلي انتصروا فيها بقيادة صلاح الدين الأيوبي على الصليبيين. الفنان تحسين بيمثل مشهد الانتصار بأسلوب واقعي بيحمل قيمة رمزية، فبأظهر الصليبيين أزلاء وهن عم يسلموا أسلحتهم لصلاح الدين. طبعاً هناك أعمال تانية بتمثل مشاهد ما بتبتعد عن موضوعنا، كمشاهد التعبد مثل عمل المصلون في بيت الله لشريف أورفي. كل الأعمال المنتمية إلى هذا الجيل كانت تتسم بواقعيتها، وكانت تصور مشاهد ذات أهمية دينية وتاريخية بالذاكرة الجمعية. بالستينيات تتوضح أساليب الفنانين ورؤاهم وهوياتهم الفنية، وبصير من الممكن استحضار رمز أو مشهد ديني للتعبير عن موضوع محلي بشكل رمزي، مثل لوحة المسيح وكلب طروادة عام 1967 للفنان فاتح المدرس، يلي كانت على الأغلب بتعبر عن مأساة يلي لحقت فينا بعد هزيمة 67. يمكن يكون المسيح هون رمز أو دلالة عن الإنسان الفلسطيني والعربي كمان. يظهر المسيح مراراً بأعمال المدرس، مثل لوحة سقوط المسيح عام 1973، أي بنفس عام حرب تشرين. لوحة تانية عام 1979. تأثيرات مشاهد مسيحية على أعمال فاتح بتظهر كمان بأعمال العشاء الأخير، اللي عالج بأسلوبه المميز والمتأثر بشكل أو بآخر بالمنحوتات المدماكية والأيقونة السريانية والفنون الإسلامية الشعبية. كما رسم المدرس البراق بلوحة بترجع لعام 1993 أسماها البراق يبحث عن صاحبه. تظهر كمان التأثيرات المسيحية ببعض أعمال لؤي كيالي، مثل بلوحة قبلة يهوذا عام 1974. نشوف بالصورة المسيح بيشبه كتير لؤي كيالي، بينما يهوذا الإسخريوطي رمز الخيانة عم يحاول إنه يقبله، تظهر عليه ملامح الشر. ما منعرف إذا كان الكيالي أراد من خلال استحضار هذا المشهد الديني إنه يشير لحادثة شخصية، يمكن كان الفنان عم يحس بالخيانة. الفنان الياز الزيات من الأمثلة البارزة أيضاً عن موضوعنا، مو بس لأنه لوحاته بترتبط بالموروث الثقافي المحلي بشكل خاص الأيقونة، ولكن أيضاً لأنه من الباحثين والمؤرخين القلائل بتاريخ هذا الفن،
وليس فقط بالمعنى النظري ولكن كمان على المستوى العملي، أي فن ترميم الأيقونة. فهو إلى جانب دراسته الفن بصوفيا بلغاريا والقاهرة، درس فن ترميم اللوحة ببودابست. نوع تجربة الزيات الكبيرة ورسم مواضيع عديدة بأسلوب تعبير مميز. كان دائم الحرص على البحث بالموروث الثقافي المحلي، كيف بيقدر الفنان بطريقة معاصرة إنه يقدم عمل له جذور وتأثيرات محلية، سواء كانت مسيحية أو إسلامية أو قادمة من تاريخ وأساطير الحضارات القديمة المشرقية. الفنان أسعد عرابي كمان من الفنانين اللي تأثروا بالموروث المحلي، خاصة الململمة الإسلامية ومسرح خيال الظل، بالإضافة إلى كون الفنان صاحب تجربة خاصة ومميزة على مستوى اللوحة، فهو كمان باحث مختص بجماليات الفنون الإسلامية. يمكن ما تبين رموز مباشرة بلوحات عرابي لأنه همه الأساسي هو بناء لوحة ذات مواصفات عالية على مستوى التشكيل، ولكن المتابع لتجربته بيلاحظ كيف إنه الفنان تأثر بمفهوم الإسلامي ببناء لوحته. ما بننسى حضور المفردات المستمدة من القصص الدينية والأساطير الشعبية المحلية، فبيظهر البراق مثلاً بعمل حديث للفنان. من الجيل الأحدث برزت تجارب استعارت من موروث الدين المحلي، مثل تجربة الفنان إدوار شهدة اللي استوحى من القصص والأساطير والأيقونات المحلية. تحمل أعماله التعبيرية بعد رمزي، مثل لوحة العريس يلي منشوف بأعلاها أشكال لملائك. وعمل آخر بعنوان سوريا 2011 يظهر فيه جسد المسيح المصلوب كدلالة على الإنسان السوري المعاصر. تظهر مفردة الصليب مراراً بأعمال عديد من الفنانين السوريين، مثل عمل نحت للفنان ماهر البارودي بداية الثمانينيات، منشوف فيه أجساد هزيلة لأطفال صغار محشورين داخل حدود الصليب. أراد الفنان أنه يلفت الأنظار للمجاعات اللي عم تحدث بأفريقيا بهداك الوقت. نفس الفنان بيختار موضوع الخروف بأعماله الحديثة، يوصفه حيوان مستضعف يساق إلى حتفه من دون مقاومة. بيشبه الفنان الخروف بالإنسان العربي، والخروف هو الأضحية بحسب تراثنا الديني. من الفنانين يلي استوحوا من المشاهد المسيحية ببعض تجاربهم وعالجوها بطريقة معاصرة، نذكر على سبيل المثال للحصر تجارب كل من الفنانين حمود شنتود وصفوان داحول ونزار صابور يلي أعاد إنتاج الأيقونة المسيحية بطريقة مميزة. كمان إسماعيل رفاعي يلي تأثر بالموروث الديني المسيحي، استطاع أنه يحوله لموضوع شخصية، مثل بعمله العشاء الأخير يلي منشوف فيه أنه الفنان استبدر صورة المسيح وتلاميذه بالبورتريه الشخصي للفنان بأسلوب واقعي تعبيري. استخدم الفنان السوري الرموز بالإشارات الدينية باللوحة خلال الحرب السورية ليعبر عن عمق المأساة المعاشة بوطن الأم. فمثلاً فنان بطرس المعري استعار من الأيقونة والفنون الشعبية المحلية بشكل أساسي ليعبر عن حال المجتمع السوري المعاصر، وهذا التأثير بيظهر على امتداد تجربته الفنية. رسم الفنان موضوعة المسيح مثل بثلاثية وحبيبتي اللي بيظهر فيها المسيح السوري لابس السلك وحامل بين إيديه طفلة. نلاحظ أنه الفنان استعار بعض المفردات من لوحة الجيرنيكا الشهيرة لبيكاسو ليكثف أكثر البعد التراجيدي بالعمل. تأثير التراجيديا السورية حضر بأعمال فنانين سوريين، منهم يلي رجع للموروث الديني ليدلل على عمق الألم، مثل ما ذكرنا سابقاً أعمال إدوار شهدة، أو عمل ليوسف عبدالكي تحت اسم القديس مار يوحنا فم الذهب مسجى في جامع الحسن في حي الميدان في دمشق. عمل نحت لفادي يازجي منفذ عام 2012 يحمل عنوان رأس في صحن. يقترح الفنان مثل ما بيشير العنوان وضع الرأس المقطوع على صحن
استحضر مشاهد الرأس المقطوع للقديس يوحنا المعمدان المدفون حسب الأسطورة بدمشق. من تجارب جيل الشباب الأصغر نذكر الفنان حسام بلان يلي تناول موضوع العشاء الأخير بطريقة مميزة. عالج الشخصيات بأسلوب تعبيري بتحمل تأثير رسوم المنملمات خاصة عند الواسطي. ما قدم الفنان العشاء الأخير كصورة مشهدية، وإنما جمعت الشخوص حول طاولة بشكل مربع أو طاولة مستديرة. تجربة الياس أيوب يلي رسم بأسلوب تعبيري بيحمل خصائص تكعيبية مجموعة من اللوحات حول موضوعة العشاء الأخير، ومنلاحظ كيف خلى الفنان المسيح وتلاميذه يجتمعوا حول الطاولة، حيث استبدل الفنان الموجودات على المائدة بشكل مصغر للمدينة حايطين فيها وكأنهم عم يحاولوا حمايتها. بعد هذا الاستعراض السريع لتجارب مختلفة من المحترف التشكيلي السوري، منلاحظ أن التأثيرات الدينية حاضرة بتجارب الفنانين السوريين من مختلف الأجيال، يمكن تكون حضورها أقل عند جيل الشباب. حاولنا بهذه الحلقة نعرض بعض التجارب يلي استطاعت أن تقدم رؤى معاصرة مستمدة من موروث الدين المحلي، لهيك ما تطرقنا للأعمال الفنية المنفذة لصالح المرجعيات الدينية، خاصة الأعمال يلي بتزين الكنائس من أيقونات وتماثيل. وبيضل السؤال، هل استخدم الفنان الرموز والإشارات الدينية كعناصر جمالية بتعكس أيديولوجيا الفنان، أو هي بحث بالموروث المحلي من أجل خلق هوية خاصة محلية للعمل الفني المعاصر، أو هي طريقة للنقد وتسليط الضوء على قضايا اجتماعية وسياسية راهنة؟ ربما هي كل هذه الأسئلة مشتملة.